صباح الخير. النهارده هنشرح الدرس الاخير في العضويه اللي هو الاسترات. لو في كان مشكله امبارح في مثلا في الفيديو بتاع الاحماض الكربوكسيليه معذره، يعني مثلا لو السبوره كانت مش واضحه او الشاشه مش واضحه، النهارده هنتلافى كل الكلام ده، واتمنى ان الدرس يعجبكم. بس من فضلك خليك معايا كويس ومعاك مثلا ورقة أو قلم وحاول تكتب معايا، لأن في حاجات حاول إنك تفكر فيها معايا. الاسترات هنا هي نواتج اتحاد الأحماض الكربوكسيلية مع الكحولات. يعني أنت عشان تكون استر لازم تاخد الحمض مع الكحول. يعني مثلا المعادلة العامة، أنا باخد حمض اللي هو RCOOH بلس او زائد هنا كحول، الكحول اللي هو ار او اتش. طبعا تفاعل استر تفاعل خاص الحمض واتش، يعني تفاعل خاص لمجموعه الهيدروكسيل الخاصه بالحمض زائد الهيدروجين الخاص بالكحول، ويديني هنا ميه زائد الاستر اللي بيتكون عندي ار سي او او اتش. ده الاسترات. المجموعة المميزة أو الوظيفية للإستر هي مجموعة الإستر اللي هي سي رابطة ثنائية أو أو، وهنا رابطة وهنا رابطة. دي المجموعة المميزة للإستر سي أو أو. فالإسترات بتتكون نتيجة تفاعل حمض مع كحول، حمض كربوكسيلي مع كحول، ودي المعادلة العامة. في شوية معلومات عن الإستر قبل ما نبدأ نشتغل فيها. بيقول تنتشر الاسترات بكثرة في الطبيعة، فهي توجد في كل من المواد النباتية والحيوانية، وكثيرا من الاسترات تتميز برائحتها الزكية. دايما اغلب الاسترات بيبقى ليها ريحة كويسة، ريحة الفاكهة هي اللي بتمد الفواكه والازهار والزيوت العطرية برائحتها والنكهة الخاصة بها. يعني كل الروائح اللي انت بتشمها في الفواكه او الازهار او الزيوت دي خاصة بالاستر، هي فيها استرات طبيعية. الاسترات دي هي اللي بتدي الريحة الزكية اللي بتمد الفواكه والازهار والزيوت. وقد حضرت استرات عضوية عديدة لانتاج العطور والنكهات تجاريا، وتستخدم هذه الاسترات اما مفردها، يعني بتستخدم الاسترات دي اللي حضرناها اما مفردها او ممزوجة بمركبات طبيعية. يعني ممكن استخدم الاستر ده اللي حضرته انا في انتاج العطور والنكهات، أو ممكن أخلطها بإسترات طبيعية. وتقل رائحة الإستر تدريجيا بارتفاع الكتلة الجزيئية للكحول والحمض المستخدمة في تكوينها. يعني كل ما الكتلة الجزيئية للإسترات، يعني كل ما عدد ذرات الكربون اللي في الإستر تزيد الريحة الرائحة بتاعة الإستر بتقل تدريجيا. كما تتغير طبيعة الإستر من سائل ذو رائحة ذكية إلى جسم صلب شمعي عديم الرائحة تقريبا. كل ما بتزيد الكتلة الجزيئية في الإستر، يعني كل ما بتزيد الكتلة الجزيئية للحمض والكحول اللي داخلين في تكوين الإستر، الإستر هيبدأ يتغير من سائل يوصل لصلب، من ريحة زكية لعديم الرائحة. فمثلا الشمع، الشمع اللي بيمثله شمع النحل، شمع عسل النحل، الشمع ده هي إسترات ذات كتلة جزيئية مرتفعة، لأن الشمع ده مادة صلبة فالكتلة الجزيئية بتاعتها بتبقى عالية. الزيوت والدهون اللي انا هدرسها في اخر الحصه النهارده وازاي تكوينها، دي استرات مكونه من تفاعل حمض مع كحول. بس خلي بالك الحمض هنا هيكون احماض دهنيه عاليه، احماض دهنيه، والكحول هنا هيكون جليسرين، ده كحول ثلاثي الهيدروكسيد. يعني الزيوت والدهون هي استرات، ونشرحها بالتفصيل في اخر الحصه، هي عباره عن كحول ثلاثي الهيدروكسيد مع احماض دهنيه، مع احماض دهنية. ده هنشرحه بالتفصيل بعد شوية. دلوقتي المشكلة اللي عندنا دلوقتي كيف نسمي الإستر. من فضلك عادة ركز معايا في الجزء ده، لأن ده جزء مهم جدا وبيسبب مشاكل كتير لبعض الناس. قبل ما أبدأ أشرح كيف نسمي الإستر، لازم تفهم إن الإستر هيسمى بشقين، جزئين. جزء جاي من الشق الحمضي، يعني جزء جاي من الحمض اللي داخل في تكوين الاستر،
والجزء الثاني جاي من الكحول، بس باخد من الكحول اسم مجموعة الألكايل. يعني يسمى الإستر باسم الشق الحمضي، يعني الجزء الشق الحمضي اللي جاي من الحمض، واسم مجموعة الألكايل اللي جاي من الكحول. يبقى الإستر يسمى بجزئين، احتفيت زي لما اقول مثلا استر اسيتات الايصايد. اسيتات ده الشق الحمضي، اللي هي اسيتات شنجا من حمض الخليك او الاسيتيك. ايصايد دي الشق مجموعه الالكايل اللي في الكحول، اللي هي زي خدتها مع الكحول الايثيلي. تعال نشرح الكلام ده بهدوء شديد. عايزك تركز معايا على الوايت بورد دي، تركز معايا ازاي بسمي الاستر وازاي بركبه وايه التسميه الشائعه بتاعته وايه تسميه الايوباك بتاعه. طيب ركز معايا. هنفرض فرض بسيط. انا هفرض ان اول حمض هاخده مثلا حمض الفورميك. ادي حمض اسمه حمض الفورميك. لو انت عملت له تفاعل مثلا مع كحول ميثيلي. طبعا لو انت خدت حمض الفورميك مع كحول ميثيلي. حمض مع كحول. في وجود مثلا H2SO4. ده ما قداش تمنع التفاعل العكسي. بتاخد انت من الحمض هنا او اتش وتاخد من الكحول هنا اتش وهيكون لك الميه وهيطلع الاستر اللي عندك. ايه الاستر؟ اتش سي او او سي اتش 3. خلي بالك معايا هنا اتش سي او او سي اتش 3. الحمض اللي داخل ده، الحمض اللي داخل ده التسميه الشائعه بتاعته كان اسمه حمض فورميك. فورميك ده بيكون اسمه كحول ميثيلي. كحول ميثيلي. يبقى الاستر اللي طالع، الاستر طلع اسمه ايه؟ اسمه هنا فورمات الميثايل. فورمات الميثايل. سميته ليه فورمات؟ طبعا حمض الفورميك نسمي الاستر بناخد بنكون من شقين. الشق الاول من الحمض، حمض الفورميك. الفورميك هينتهي بيه كاف، فعشان ناخد المجموعه بتاعته اسمها فورمات هنحول الفورميك اللي هي كاف نخليها الف ت. الف ت يبقى اسمها فورمات. يبقى كلمه لما انا اخد حمض فورميك يبقى الاسر اللي طالع اسمها فورمات. دي الجزء الاول. طب انا فعلته مع كحول ميثيلي، مجموعه الالكايل اسمها ميثايل، يبقى حطيت كلمة ميثايل. ميثايل. يبقى أنا عشان هسمي الإستر إزاي بيتكون من شقين. أول حاجة اسمها الشق الحمضي، الشق الحمضي. الشق الحمضي، الحمض الفورميك هنسميها فورمات. ومجموعة الألكايل اللي في الكحول هنا اسمها ميثايل، يبقى اسمها فورمات ميثايل، فورمات ميثايل. دي رقم واحد. دي كده التسمية دي، إذا كان ده اسمه الفورميك ده الشائع. يبقى التسمية فورمات الميثايل ده الاسم الشائع للاستر. طب لو فرضت ان عايز اسميها بالايوباك. الايوباك بتاع الحمض اسمه حمض الميثانويك. الميثانويك. حمض الميثانويك. وده كحول ميثيلي او ميثانول. حلو. يبقى الاستر ده اسمه ايه؟ اسمه ميثانوات الميثايل. ميثانوات الميثايل. ميثانوات. ميثانوات. هو كان الحمض بالايوباك ميثانويك، يبقى الاستر اسمه الشق الحمض بتاعه اسمه ميثانوات. بنشيل الياء كاف ونحط مكانها الف ت. ميثانوات الميثايل. ميثانوات الميثايل. ميثانوات الميثايل. يبقى فورمات الميثايل ده شائع. ميثانوات الميثايل ده شائع، ده بتسميته بالايوباك. طب انا عايزك تخلي بالك من حاجه. لو انا قلت مثلا، انا مثلا لو قلت عايزك تكتب لي مثلا فورمات الميثايل من غير ما تشوف رمزه، عايزك تكتب لي فورمات الميثايل. طيب فورمات ميثايل، الحمض اسمه ايه؟ الحمض فورمات. الجزء الاول من الاسم ده خاص بالحمض، الجزء الثاني ده خاص بالكحول. حلو. عايز اكتب فورمات ميثايل، يبقى الفورمات دي جايه من حمض اسمه حمض الفورميك. عشان احولها لفورمات اروح كاتبه ازاي؟ اتش سي او، ادي كده فورمات. طيب ميثايل اروح حاطط هنا ايه؟ سي اتش 3، ادي كده بقت فورمات ميثايل. فورمات ميثايل. طب عايز اكتب مثلا ميثانوات ميثايل، اكتبها ازاي ميثانوات ميثايل؟ ميثانوات يبقى الحمض بتاعك اسمه ميثانويك.
عشان تحول الميثانويك لميثانوات هتكتب الميثانويك اللي هو الفورميك، رمز الميثانوات HCOO، ميثايل يبقى CH3 كده. طيب دي تخلي بالك منها. طب قبل ما اقول حاجه تانية، قبل ما ادخل على نوع تاني، عايز اقول لك حاجه. انا هعمل كده كروس كده، علامه كده، علامه كده، فاصل. الفاصل ده عايز اقول لك لو افرض اني كتبت مركب زي كده CH3CH، المركب ده، المركب ده اسمه ايه؟ اسمه حمض الاسيتيك، تمام، او اسمه حمض الخليج، تمام، او اسمه حمض الايثانويك، تمام. لو بصيت على التو كومباوند المركبين دول، لو بصيت على التو المركبين دول هتفاجئ بمفاجاه غريبه، ان الاثنين دول ليهم نفس المولكيولار فورميولا لكن مختلفين في الاستراكشر فورميولا. ازاي؟ ازاي؟ بص لي كده كويس، ده استر لكن ده حمض، ده استر لكن ده حمض، هما الاثنين ليهم نفس. شوف لو بصيت كده وركزت شويه تلقى هنا السي اتش 3 مرتبطه بالاو، لكن هنا السي اتش 3 مرتبطه بالسي. المجموعه المميزه هنا سي او او، ده استر، لكن المجموعه المميزه هنا سي او او اتش، ده حمض. خلي بالك العلاقه هنا بين الاستر والاستر والحمض دول ايزومر، خلي بالك منهم كويس. ده استر لكن ده حمض. شوف هنا ده اتش سي او او، الاتش مربوطه بالسي هنا، لكن دي هنا سي او او اتش، ده حمض لكن ده استر، خلي بالك منها. طيب ناخد انذر اكزامبل، مثال اخر. لو انا عندي مثلا حمض زي كده، ده خد مثلا معاه كحول كده، كحول ده اسمه ايه؟ حمض الفورميك، حمض الفورميك، ركز معايا. او ده اسمه كحول، ها، ايثيلي، خلي بالك من الجزء ده. طيب هنحط هنا مثلا H2SO4، تمام. ايه اللي هيحصل؟ هناخد الاو اتش من الحمض والاتش من الكحول، طيب، وهيطلع الاستر وميه. طب ايه رايك؟ ادي طريقه، يعني مثلا دي طريقه نعملها ازاي؟ او اتش و اتش يديك ميه، طيب ضم الاثنين يبقى يكون كامله اتش سي او او سي 2 اتش 5 زي كده، زي كده. طب ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ طب نشوف، دخل فورميك يبقى اللي طالع اسمه فورمات، فورمات. الكحول اسمه كحول ايثيلي يبقى اسمه فورمات الايثايل، ده تسميه شائعه، تسميه شائعه. طب لو انا عندي الفورميك بسميه حمض مين؟ الميثانويك، الميثانويك، يبقى لا يطلع هنا اسمه ايه؟ اسمه ميثانوات الايثايل، ميثانوات الايثايل، ميثانوات الايثايل، تمام. مثال فورمات الايثايل الشائعه، لكن ميثانوات الايثايل ده ايوباك، ده ايوباك، ايوباك. طب لو انا مثلا قلت لك مثلا اكتب لي رمز فورمات الميثايل، ميثانوات الميثايل، الجزء الاول ده خاص بالحمض، الجزء الثاني خاص بالكحول. لما اقول فورمات الايثايل يبقى الحمض اسمه فورميك، بس انا مش عايز فورميك، انا عايز فورمات، يبقى هكتب الفورمات رمز ايه؟ الفورمات HCOO. طب ميثايل يبقى نحط كامله C2H5 فورمات ميثايل. طب ميثانوات الايثايل، ميثانوات الحمض يبقى اسمه ميثانويك، بس انا مش عايزها ميثانويك، انا عايزها ميثانوات HCOO. طب ايثايل C2H5، او ممكن بدل C2H5 تبقى CH2CH3. طيب عايزك تخلي بالك هنا، لو عملت مثلا علامه دي، ايه رايك لو انا نقلت المجموعه دي هنا ودي هنا، يعني عملت كده C2H5 COOH كده، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ما بقيش استر، بقي حمض، بقي حمض، بقي حمض. ليه؟ لان المجموعه المميزه هنا COO، لكن المجموعه المميزه هنا COOH. دي مجموعه استر لكن دي مجموعتها كربوكسيل حمض، عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه حمض البروبانويك، حمض البروبانويك. ليه؟ لانهم ثلاثة كربون، ادي كربون واحدة اثنين ثلاثة، حمض البروبانويك. الاثنين دول، الاثنين دول ليهم نفس الصيغة الجزيئية لكن مختلفين في الصيغة البنائية، في الصيغة البنائية. ممكن ده حمض، ده حمض لكن ده استر، العلاقة بينهم ايزومرازم، علاقة بينهم ايزومرازم، تشكل مشابهة جزيئية. خلي بالك، خلي بالك من لو اتكتب كده يختلف، لو اتكتب كده. هنا المجموعة المميزة استر سي او او، لكن هنا المجموعة المميزة سي او اتش، خلي بالك من الكلام ده كويس. انذر اكزامبل، مثال اخر، مثال اخر،
مثال اخر عشان اخلص لك حمض الفورميك ده. ايه رايك لو انا خدت مثلا حمض الفورميك كده، حمض الفورميك كده، وحطيت له مثلا، حطيت له مثلا فينول، مثلا فينول زي كده، وحط له مثلا اتش سي ال دراي عشان ما يعملش ايه سلفنه في حلقه البنزين. ماشي، هناخد هنا من هنا، هناخد ايه؟ هناخد الاو اتش مثلا من الحمض، ها، واتش مثلا من الفينول هنا، هيطلع انا مثلا ماي، تمام، ويطلع لك المركب ده هكذا بالطريقه دي. دي كده ايه ده؟ ايه المركب ده؟ ده اسمه حمض مينا، حمض الفورميك، حمض الفورميك. ماشي، طب ده اسمه فينول، ده اسمه يبقى يطلع ايه؟ اذا دخل حمض الفورميك يبقى اللي طلع اسمه ايه؟ قول معايا كده، اسمه فورمات، فورمات الفينايل، فورمات الفينايل، لان ده كحول، ده اسمه الفينول، فانت ده فورمات ودي في مجموعه فينايل. طب لو هو ده كده التسميه دي تسميها تسميه شائعه. طب لو انت خدته بالايوباك، الايوباك بتاع الفورميك اسمه ايه؟ حمض ميثانويك. يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه ميثانوات، ميثانوات الفينايل، ميثانوات الفينايل، تمام. لما اقول مثلا فورمات الفينايل، هات فورمات الفينايل، كيف حضرتك؟ الجزء الاول بتاع الحمض، الجزء الثاني زي الكحول، هنا الكحول ده عباره عن فينول، الفينول، فورمات الفينايل، يبقى تفاعل مع الفينول. ميثانوات الفينايل، حمض ميثانويك اللي هو الفورميك مع الفينول، تمام تمام. طب ايه رايك، ايه رايك لو انت كتبت كده، لو كتبت كده، يعني لو قلت لك اكتب لي فورمات الفينايل، ايه هتكتبها ازاي؟ فورمات، يبقى الحمض فورميك، بس انا مش عايزه فورميك، انا عايزه فورمات، اكتب الفورمات، الفورمات كده. طب فينايل، يبقى تحط هنا حلقه البنزين كده اللي هي ناقصه لها رابطه، يبقى ده فورمات الفينايل، تمام. ايه رايك، ايه رايك لو عملت كده، لو عملت كده، لو عملت كده كده سي او اتش كده، قلبتها، خليتني هنا والاتش هنا، قلبتها، ما بقيش استر، بقي حمض، بنسميه حمض مينا؟ البنزويك، حمض اسمه حمض مينا؟ البنزويك، بقي حمض. يبقى العلاقه بين حمض البنزويك وفورمات الفينايل ايزومراز، خلي بالك، خلي بالك، انا بمجرد اني بنقل مجموعات، يعني بص ده استر، حلو، شلت بيه حط هنا بقت حمض الخليج، ده استر، فورمات الاستر، خدت السي تو اتش 5 حط هنا والاتش حط هنا، بقى اسمه حمض اسمه ايه؟ بروبانويك. هنا فورمات فينايل، عملت حاجه بسيطه، شلت حط هنا والاتش هنا، بقى اسمه حمض البنزويك. خلي بالك من التسميه عشان دي مهمه جدا، ودي مشكله بيقابلها الناس، خلي بالك عشان تعرف تسمي الاستر. دي اول فكره، اول فكره خدت حمض الفورميك. طب ايه رايك، ايه رايك تعال نقول نفس الكلام تاني بس بحمض جديد اسمه حمض الاسيتيل. يعني نعمل ايه؟ يعني هنكتب نفس الكلام تاني وناخد حمض اسمه حمض الاسيتيل. اسمعني كويس في تسميه الاستر، بص لي هنا، لو انا عندي مثلا حمض ده اسمه الاسيتيك، ده حمض الاسيتيك، او بيسموه حمض الخليج، حمض الخليج ده شائع، لكن بالايباد بيسموه حمض مينا؟ الايثانويك، حمض الايثانويك. اعمل له تفاعل مع كحول ميثيل، اعمل لي تفاعل مع كحول مينا؟ ميثيل، في وجود مثلا حمض الكبريتيك، ايه اللي هيحصل؟ هتاخد الاو اتش من الحمض واتش من مينا؟ من الكحول، ده كحول ميثيلي، تمام تمام. قول معايا، هيطلع ميه. طيب انا دلوقتي يمكن في الحاله الاولى حبيت اقول لك هنضم، لا تعال نمسك ايه اللي هيطلع، ايه اللي اصلا اللي هيطلع؟ بص بص كده، هناخد الاتش من الحمض واتش من الكحول، طب ايه اللي هيطلع؟ من غير ما نضم نستنتج، ده حمض الاسيتيك، يبقى اللي طالع اسمه اسيتات، كويس، كحول ميثيلي، يبقى يطلع اسيتات، ها، ميثايل اسيتات. طب اكتبه، اكتب اسيتات، الاسيتات سي اتش 3 سي او، ميثايل يبقى سي اتش 3، يبقى ده اسمها اسيتات ميثايل، ميثايل، او بيسموها خلات ميثايل، اسيتات ميثايل او خلات مينا؟ ميثايل. دول الاثنين دول شائعين، اسم الاستر الشائع. طب بالايوباك يبقى اسمها
إيسانوات الميسايل، إيسانوات الميسايل، إيسانوات الميسايل. طبعا لو انت نقلت دي مكان دي هيطلع نفس الاسم، يعني هو هيطلع برضو استر مش زي الحالة الاولى، لكن هنا ده استر اسيتات ميسايل او خلات ميسايل او إيسانوات ميسايل. الاثنين دول تسمية شائعة، لكن ده تسميته بالايوباك. طب واحدة تاني، لو انت خدت مثلا CH3 حمض الاسيتي خليك إيسانوي، فعلته مع كحول، كحول إيسالي، خلي بالك من دي كويس، خلي بالك من دي كويس، كحول إيسالي، ايه اللي هيحصل؟ هتاخد الـ OH من الحمض و H من الكحول، ويديك هنا حاجة اسمها مية. طب الإستر، طب أنا عايز أكتب الإستر من غير ما لمه، إزاي؟ طب هو اللي دخل اسمه إيه؟ حمض أسيتي، يبقى اللي طالع أسيتات، آدي الأسيتات. طب الكحول اسمه ايه؟ إيسايل، يبقى C2H5، يبقى ده اسمه اسيتات الإيسايل، او بسميه خلات الإيسايل. ده الاثنين دول اسيتات او خلات، دي تسميه شائعه. طب الايوباك، الايوباك حمض الاسيتيك او الخليج بالايوباك اسمه إيسانويك، يبقى بالتالي هنسميها إيسانوات الإيسايل، إيسانوات الإيسايل، إيسانوات الإيسايل. طب إيه رأيك؟ هنعمل اللعبة اللي إحنا كنا بنلعبها الأول، هنعمل إيه؟ C2H5 نحطها هنا، ودي نحطها مكانها، إزاي؟ نقلبه، فلما نقلبه المكان بص C2H5 COO CH3 هكذا. طب ده تسميه إيه؟ قال لي بص، أول حاجة عشان تسمي أي إستر هقول لك النصيحة، دور على الحمض، دي اهم حاجه عشان تسمي الاستر، دور على الحمض. يعني ايه تدور على الحمض؟ شوف الحمض اللي في الاستر ده اسمه ايه، بص لي كده في الرمز ده C2H5COOCH3. هقول لك حاجه، الحمض هنا، الحمض هنا مش انت، الحمض هنا C2H5COO، ادي كربون واحد وادي اثنين ادي ثلاثه، يبقى الحمض هنا اسمه حمض البروبانويك، حمض البروبانويك. يبقى بدل ما انت اول حاجه عشان تديك استر يقول لك اديني اسمه، اول حاجه عشان تسمي الاستر ما تحاولش انك تتعب نفسك، دور على الحمض اللي موجود في الاستر اسمه ايه. طبعا الحمض هنا 3 كربون يبقى اسمه بروبانويك. طب يبقى الاستر بتاعه اسمه ايه؟ بروبانوات، بروبانوات. بروبانوات مين في الكحول هنا؟ CH3، بروبانوات مين؟ بروبانوات الميسايل، بروبانوات مين؟ الميسايل. طب انت عشان تحضر بروبانوات الميسايل هتاخد ايه مع ايه؟ هتاخد حمض البروبانويك، بص لي كده عشان تحضره، تاخد حمض البروبانويك تمام؟ وتفعله مع كحول ميسيلي، كحول ميسيلي، في وجود حمض الكبريتيك، ها؟ الـ OHD تاخد الـ HD. ويطلع حاجة اسمها بروبانوات الميسايل ومحاي. هكذا. شوف الفرق بين الاثنين دول. أنا مجرد إني قلبت مجموعتين، اتغير اسم الإستر. فأنت حضرتك ما تتعبش دماغك، تسمية الإستر الأفضل عليك يبقى يسهل لك الموضوع، دور على الحمض نفسه. اسم الحمض. الحمض هنا بروبانويك. لان هما الحمض فيه 3 كربون، يبقى الحمض اللي داخل بروبانويك. هنا ميسايل، يبقى ده كحول ميسيل. لكن الحمض اللي داخل هنا فيه 2 كربون، اسيتيك او خليك وإيسايل، يبقى ناخد حمض الخليك مع الكحول الإيسيلي. خد واحدة تانية، خد واحدة تانية. ايه رأيك لو انت خدت مثلا حاجة زي كده، مثلا حمض خليك مع مثلا حاجة اسمها الفينول، ادي الفينول، الفينول كده. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ مثلا اتش سي ال جاف، ها؟ ايه اللي هيحصل؟ الاو اتش دي تاخد الاتش دي، تاخد الاتش دي ويديك ميه. طب ايه اللي هيطلع من غير ما ابم، ها؟ ايه اللي هيطلع؟ طبعا ده اسمه حمض الاسيتيك، يبقى اللي طالع اسيتات، نكتب الاسيتات، ادي الاسيتات تمام. طب هنا الفينول، يبقى اللي طالع فينايل، يبقى اسمها اسيتات مين دي؟ اسمها اسيتات الفينايل، خلي بالك اسيتات مين؟ الفينايل. او ممكن ده اسم شائع، طب ايه الاسم التاني؟ او اسمها خلات الفينايل، خلات الفينايل.
ده شعر. طب الايوباك بتاعها، الايوباك بتاعها اسمها ايسانواتا الفيناين، ايسانوات الفيناين، لان الحمض اسمه ايسانوين. يبقى لما انا اقول لك هات لي اسيتات الفيناين، يبقى الحته الاولى بتاعت الحمض، الثانيه بتاعت الكحول او الفينول، يبقى ده حمض الاسيتيك مع الفينول. بص لي ايسانوات الفينول، يبقى حمض الايسانويك مع الفينول. هل طب ايه رايك لو انا عملت كده؟ خلي بالك من دي كويس، رحت جلبت المجموعتين، يعني خليت دي هنا ودي هنا، يعني ايه عملت كده؟ بص لي كده حاجه زي كده، جلبتهم كده، عارف ده اسمه ايه بيجي؟ طب عشان تسمي الاستر ده، عشان تسميه ازاي؟ زي ما قلت لك دور على الحمض، شوف الحمض، الحمض هنا بنزين سي او او اتش، انت واخده ده اسمه حمض ايه؟ بنزويك. دور على الحمض، هنا في اتش ده اسمه حمض البنزويك. تمام، يبقى ده حمض البنزويك، يبقى الاستر يبقى اسمه ايه؟ بنزوات، بنزوات. بنزوات مين؟ الميثايل، ده اسمه بنزوات الميثايل، اسمه بنزوات الميثايل. ما تزعلش مني، ده بنزوات الميثايل. طب جه منين بنزوات الميثايل؟ حمض البنزويك مع كحول ميثيلي. طب ممكن نكتبها؟ نكتبها، نشطب اللي فوق دي ونكتبها فوق هنا، نكتبها فوق هنا اه كده، يعني بنزوات الميثايل جايه منين؟ بنزوات الميثايل هتاخد حمض هنا البنزويك مع مين؟ كحول ميثيلي في وجود اتش سي ال جاف. طبعا تاخد اتش من الحمض واتش من الكحول ويطلع لك حاجه اسمها بنزوات الميثايل وميه. شوف الفرق، شوف الفرق بين الاثنين دول، العلاقه بينهم ايزومر. دي اسيتات فينايل لكن دي بنزوات ميثايل، دي بتيجي من تفاعل حمض مع فينول لكن دي تيجي من تفاعل حمض البنزويك مع كحول ميثيلي. خلي بالك من الكلام ده كويس، ويا ريت الكلام اللي بيتكتب وتسمعه تكتبه في ورقه وتسجله عندك، تسجله تكتبه وتشوف الفرق. طيب دي مثلا حمض زي كده، طب ناخد حاجه تانية، ايه رايك ناخد حمض تاني، نشتغل بحمض تاني، نشوف نمسح ده كده ونشتغل بحمض تاني. خلي بالك ناخد مثلا حمض ايه تاني، خدنا الفورمين، خدنا الاسيتيك، في حمض تاني تسميع شاع اسمه حمض مينا، حمض البيوتريك، حمض البيوتريك سي 3 اتش 7 سي او اتش، ده اسمه حمض البيوتريك، ده بالشاع بالايوباك كنت بتسميه حمض مينا البيوتانويك، البيوتانويك بالايوباك. طب ايه رايك لو فعلته مع مينا؟ كحول ميثيل في وجود H2SO4 زي كده. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتاخد OH من الحمض وهتاخد H من كحول ويطلع ميه. تمام تمام، قول بعد كده. طيب ايه الاسر اللي هيطلع؟ زي ما علمتك هو دخل بيوتريك، يبقى الاسر اللي طلع اسمه بيترات، بيترات. طب اسمه بيوتريك بيتانويك، يبقى الاسر طلع اسمه بيوتانوات، بيوتانوات. اكتب البيوتريك الاسطى اللي طلع بيترات. طب رمز البيترات ايه؟ هو حمض البيوتانويك هكذا، ادي بيترات. طب بعد كده ميثايل هكذا، دي اسمها ايه دي؟ دي اسمها حضرتك دي اسمها ايه؟ بيو، بيترات الميثايل، ده الشائع. طب الايوباك اسمه ايه؟ الايوباك اسمه بيوتانوات الميثايل، بيوتانوات الميثايل اهو، بيوتانوات الميثايل بالطريقة دي. تمام تمام، دي مثلا دي. ليه انت بتقول كده؟ لان دول الشائعين اللي واخدهم. طب في حاجة تانية، عارف لو انت جلبت دي مكان دي، يعني ايه جلبتها كده؟ يعني سي اتش 3 سي او او سي 3 اتش 7، عارف ده اسمه ايه؟ طبعا انا عشان اسمي الاستر ده ادور على الحمض، ادور على الحمض. مين الحمض هنا؟ سي اتش 3 سي او او اتش اللي هو حمض الاسيتيك. يبقى لما بيكون اسيت يبقى اسمه اسيتات، يبقى ده اسمه ايه؟ اسيتات البروبايل، اسيتات مين البروبايل؟ او بيسموها خلات البروبايل، ده شائع. طيب دي اسيتات. طب لو عايز بالايوباك اسمها ايسانواتا، ايسانوات البروبايل،
شين سي 3، يعني انت عشان تحضر اسيتات البروبايل تاخد حمض الاسيتيك مع كحول البروبيل، عشان تحضر ايثانوات ماشي. اقول اخر معادله ثاني ماشي اوكي على ما نعيد ده، لان في عقد نعيد الجزء ده اشتغل. نعيد ده. بص يا ولدي انا